أول شيء نرحب بك أستاذ رشيد، وشكرا لهذه المسافة الصباحية في النقاش معك، يسعدني ذلك كثيرا. علي حمادي، علي صبر حمادي الاسم الكامل، فنان تشكيلي محترف من قرية الدرعات مدينة المسيلة. ما شاء الله، الله يبارك فيك. إن شاء الله، في الحقيقة مسيرتي الفنية دائما ترتبط دائما بالقصص تاع بدايات كل الفنانين أو الشعراء. شاب صغير أو طفل صغير في قرية من عائلة متواضعة، من عائلة فلاحة، نشأت مع والدة مبدع في الفخار. لما تكلمتني قبل قليل على من علمك أولا، الحقيقة أني كنت نلعب مع الطين بالطين مع الوالدة، وكانت دائما سمي هذه ربي الجازية الله يحفظها، الله يبارك. واسم ثاني كانت لتكون اليوم معي، لأنه تحب تحضر كل انتصاراتي في الحياة على كل حال، لكن المرض والتعب هو السبب أنه ما كانت موجودة اليوم معي. فالوالدة هي مبدعة من المبدعين في الفخار، وفي طفولتي كنت دائما أجلس معها في الورشة الصغيرة في البيت البربري العربي القديم. استمتعت كثيرا بالطفولة هذه، وأعتقد هي المدرسة الحقيقية وهي الأستاذ الحقيقي، لأنها الفنان كل ما يتمناه وكل ما يلزمه هي مادة صغيرة للإبداع وكثير من الثقة والحب. صح. وهذا وجدته ضمنيا وكليا عند الوالدة وفي القرية البعيدة هذه جبال الزرقاء في الدرعات، لأحيي سكانها واحدا واحدا من طفلهم حتى شيخهم، وحي الذاكرة الجميلة، الذاكرة العظيمة الكبيرة التي لا زالت تطوف حول الجبال الجميلة وجبال الشهيد. احنا جيتك رسام وبصح دوكا ابدعت في اللغة، يعني اللغة شكون يعلمها لك؟ الحقيقة اللغة، انا كبرت في عائلة أدبية محبة للقراءة، وكنت معجب بالأدب والشعر منذ طفولتي. ربما أول بدايتي في القراءة قرأت الأدب الإنجليزي المترجم، ولذلك ربما هذا ما كون باع من اللغة عندي. أيضا أني أنتمي لعائلة مشهورة بالإمامة، يعني عائلة قرآن كريم ما شاء الله، ولذلك أعتقد سمى التكوين متكامل. نعم. يعني الله يبارك. أول لوحة في الحقيقة، أول لوحة ربما لا أتذكرها بشكل جيد، لكن أول لوحة، أول فكرة احنا نقوله، أول شكل كنت ملهم به هو الحصان. وعندما كبرت اكتشفت لماذا أعشق الحصان. في الحقيقة أنه في جيناتي جدودي الأولين كانوا فرسان ومربين أحصنة، ومنهم جدي، بس مش في الدريعات، في الدريعات جدي طيب العقون. ايه؟ يقال جدي طيب العقون هو رجل شاعر وصاحب حكمة، وكان دوره أنه يجمع بين العروش، كان رجل حكيم جدا. أيه. كان رجل معجب بالسلاح والسيف والأحصنة، وكان مربي أحصنة. وأيضا أعتقد لأن عندما تنتمي إلى منطقة المسيلة وعموما الدريعات، صحيح، رجل حر، والحصان هو رمز الحرية، رمز الحرية القوة والانطلاقة الكبيرة. الله يبارك. الله ينور. فأعتقد أنه أول تشكيل أذكر جيد، كنت أحب الأحصنة، كانت لما الوالدة تعطيني قطعة الطين أو الصلصال كنت دائما أحب تكون الحصان، وأحببت هذا الشكل. أيه. ورسمته صغيرا، وربما حملت بعض أخلاقه أو بعض صفاته الكبيرة. ما شاء الله، ورق فارس. الله ينورك. ومن بعد أول معرض، في الحقيقة انطلاقتي الأولى كانت أذكر كنت شاب فقير ضعيف من منطقة الدرعات، أحمل بعض اللوحات الصغيرة التي كنت أحملها في حقيبة صغيرة. أذكر قبل الكثير من السنوات التي لا تعد، ربما حتى ما يقارب 26 سنة، ونزلت إلى المسيلة، توجهت إلى دار الثقافة. نعم. وكانت أول تكويني في دار الثقافة برفقة الأستاذ فؤاد عدوي، الذي سوف أشكره اليوم كثيرا لأنه يتقاسم معي تكوين. نعم، كثير من الذكر. كان لا أقول أنه تكوين كامل، لكن كانت مرحلة الانطلاقة، لأنه كنت أحمل كثير من الإبداع معي، وتم الاعتراف به هنا في هذا المكان بالضبط. محمد بدقة وش يقول؟ محمد بدقة رجل مقاتل، أحييه بالمناسبة. هذا الرجل يحمل من العفوان الكثير، يحمل من صفات الحصان الذي تكلمنا عليه قبل قليل كثير، وأنا أتقاسم معه أيضا الكثير من الذكريات الطيبة. الله يبارك. قلت لك أول معرض. أول معرض كان ربما نتكلم على أيام الشباب الأول. تفضل. أك حر. من أيام الشباب الأول أو أول معرض أكيد كان في هنا في دار الثقافة، وكان معرض قوي. ربما من المعارض التي أريد ذكرها كان صالون ملتقى عربي
وكان هنا بالمكتب المركزي بولاية المسيلة، وكان مع كوكب من الفنانين. أذكر جيد، لا أذكر السنة، لكن كان معرض ناجح جدا، كان انطلاقتي منهم أكيد. ثم بعض الصالونات لم أنشط كثيرا على مستوى الوطني حقيقة، لأني ربما كنت من الناس المتمردين تقنية وفكرة، أو لم أكن مقتنع بالمادة التشكيلية التي هي مطروحة على الساحة الوطنية، ولم أكن مقتنعا بأسس النقاش الفني أو التصورات الفنية الفكرية هنا بالجزائر. فأويت إلى الانطواء، يعني تقدر تقول أنه أغلب سنوات حياتي كانت في البحث الذاتي الفردي بيني وبين نفسي. اشتغلت بعدها أستاذ الفنون التشكيلية على مستوى مركز الثقافة بلدية حمام ضرعة، ثم بعدها كان السفر مباشرة إلى خارج لندن، إلى النرويج، بدءا من فنلندا. وكنت مدعو إلى معرض كبير هناك بأحد قاعات العرض المعروفة، استقريت في النرويج، تزوجت هناك. كانت لي تجربة أيضا فنية. تزوجت فنانة ثانية؟ نعم، فنانة تشكيلية. الله يبارك. هي زوجتي السابقة. احنا تزوج الفن الجزائري بالفن النرويجي. أكيد. هي كانت لها زيارة للبلد في وليا. قمنا بعض المشاوير مع بعضنا. انطلقنا من هنا حتى فنلندا، ثم استقريت بالنرويج، اشتغلت لمقهى صغير زائد صالة عروض. أرسم على المباشر للناس هناك. وقمت بالكثير من الأعمال، حيث أن أعمال إزهار كوريا، متحف الفن المعاصر، لدي لوحة متحف الفن المعاصر لكوريا. ما شاء الله. انتقلت أعمالي لأغلب العواصم الأوروبية، من باريس، اليونان، إسبانيا، إسلندا، فنلندا، النرويج، دنمارك، كل هذه البلدان كنت قد زرتها، وكان لي بصمة، وكان لي كانت حقيقة هي مساحة لتكوين، ومساحة للخبرة، ومساحة لأن أحمل معي كل هذا الضوء الذي نشأنا فيه، كل هذه الشمس الدافئة لأنطرها نوعا ما على إن شاء الله على البرد الذي يسكن اسكندرانيا. التكريم تاع هذا اليوم يعني، والله وش رأيك يعني؟ والله حقيقة راديو في وقته والله مازال والله لا أدري، سؤال مفخخ. يعني قصدي أكيد تستاهل تكريم كهذا. أكيد أنا سعيد بهذا التكريم. لعلمك مشوار كبير جدا، تجربة عظيمة نقدر نقول. في أوروبا لا تختزلها هذه اللحظات، لكن كنت ذكرت بعض المحطات فقط. كل الانتصارات التي انتصرتها وحيدا في أوروبا، لا أقول لا تعني شيء، لكن كانت منقوصة بالأحباب، كانت منقوصة أن تتقاسم الفرحة مع أشخاص لهم جزء من ذاكرتك، من تكوينك الأول، من انكساراتك الأولى. اليوم أنا موجود بين أحباء أصدقائي، بعض الفنانين اللي جمعتني بهم معارف، جمعتني بهم لحظات إنسانية فارقة. لذلك أعتقد أنه اليوم هو يوم جميل جدا في حياتي. I'd like you to say something in English. في الحقيقة أنا أتكلم النرويجية بطلاقة، الفرنسية، بينما إنجليزيتي كانت ضعيفة جدا على دوام الوقت. هي قلنا كلمة بالإنجليزية بالنرويجية. تفضل. أتمنى أنه هذا الفيديو يبث، لأنه عندي كثير من الأصدقاء في النرويج سوف يرون إن شاء الله يا ربي. تاكر الله بن العالي. والله كوستم سون كومر تي لو ديل ما دام سبيشال تي دي متليف تاك تي الله تاك فور دنا برما هيلس تاك فور الله دنا فيرس سون فريارتا او دا سون تاك شن سبيشال تي متليف يا كومر اي ميتلان اي ميت موشلان او مي اول سون فن ولا سكابلي ان سبيشال باك وش قلت انا دوك؟ كنت اشكر، قدمت الشكر لكل الاصدقاء الذين عرفتهم في النرويج، الذين عرفتهم في الجزائر، والذين كانوا جزءا من هذه الأوقات الطيبة التي سوف أقضيها اليوم في هذا التكريم، وستكون هناك الكثير من الفرص مستقبلا إن شاء الله. في حياتنا تقاسم الكثير من الأفراح. بارك الله فيك.